سلطة مخلل الزيتون الأخضر هصل بحب أحضره بداية موسم الزيتون اللي لونها بجنن وطعمها بشهي بتجهز معاكم خلال أسبوع. وعلى فكرة هاي الوصفة هي اللي شهرتني قبل 3 سنين. بالبداية باخد الزيتون الأخضر أي نوع أنتو بتحبوه، بقي منه البذرة وبقطعه لشرائح وبحطه بكمية مي وفيرة لمدة يوم، تقدر تتركوه لمدة يومين. بعد هيك بصفي الزيتون وبحط عليه ليمون مقشر ومقطع، فلفل حار، وبحط الذرة طعمها خرافي معاه، وبحط فليفلة حمراء أو اللي هو أي نوع فلفل من أنتو بتحبوه، وجزر. بنحط معلقة كبيرة من الكركم، 4 معالق كبيرة من الملح، وعلى فكرة بتقدروا تدوقوها وتشوفوا كمية الملح اللي أنتو بتحبوها، 1/4 كوب من عصير ليمون، 2 معلقة كبار من الخل، بقلبهم مع بعض وبحطهم بمرتبان. بعدين بضيف عليهم زيت زيتون، وبرضو بتقدروا تعملوها بالمي والملح اللي أنتو متعودين عليه، زي ما أنتو موجود عندكم بالبيت اعملوها، تتركوها لمدة أسبوع وبعدين تاكلوها، ما بتصدقوا قد ايه طيبة جنب اللبنة والزيت والزعتر. خرافية خرافية، رح تدعولي من بعد هاي الوصفة.